هذيك يتحركوا بواحد السرعة كبيرة. هما معروفين بزاف. أو حكيم زياش تيخدم ولا هدف. هدف الأول ديال المنتخب المغربي. والهدف 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 الهدف فقط ثلاثة. دايزين دايزين مربوحة. جات مساهلة زياش. ديما بوجاباش المغربي. أحسن بداية كان يمكننا نحلموا بها. الحمد لله طويلة نصيري نصيري تنفرد تيتيري ولا هدف 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 الثاني في الدقيقة 22. جو 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 نصيري لا نصيري مرتب على سادة كأس عالم المعجزات ربوحة أمبروز مبروك علينا مبروك على المغرب. هنا واحد لو سونتر وتماركا البيت ديفياسيون ديال اقرد اللي بغى يحبس الكره ولكن ضربات فيه وقلبات بونو. مبروك علينا البدايه. مازال اليوم تاريخي تاريخي تاريخي. تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني بريمي دي جروب مانيفيك اكسبسيونيل.